بحال جمعيه نور رياض السلام. اليوم جمعيه رياض السلام كتقوم بتعقيم جميع الحي ديال رياض السلام بلوك بي سي دي او تحت اشراف جميع اعضاء الجمعيه. اذا هذه بادره ديال جمعيه المجتمع المدني. نعم 100%. البادره ديال جمعيه رياض السلام اللي كنشوفوا اليوم يعني دارت هذا العمل جبار. اش نقول لك بالنسبه للسيده الرئيسه؟ نعم. اللي كتقول لك بانها عقمات لحي رياض السلام. نعم. هي فقط جات دارت دوره على الجامع هذا نيت. دوره. ما كملاش فيها حتى 10 دقائق ومشاو في حالاتهم، اما الحي بشكل عام راه ما كاينش التعقيم. التعقيم الا الدراري البارح ومن بواحد البادره درنا واحد الدري ود جا من دوار جاجة عنده تريبورتور وتضامنوا معنا الاخوان. حنا كمجتمع مدني وشراو لنا الناس جافيل وخدنا الماء وخدنا الكلور وخدنا شويه الخل. يعني وكانت واحد البادره زوينه بالنسبه للدراري، كاين فيديوهات كاين داك الشيء راه. واليوم هذا الصباح هذا مشيت للجامعه على اساس باش نشوف الرئيسه تعطينا شويه ديال البرودوي حقاش تخدمنا باش نشريو هذاك الشيء من جيبنا. غالي هذا الشيء راه صراحه. يعني حنا بغينا زعما بغينا الخير لهاد البلاد. بغيت نقصوا عليهم الخدمه زعما. نعم يعني كنشوفوا بان المدينه كبيره وكيقول لك بان البرودوي عندهم ناقص. كما قال لي السي بن عمار هو جاوبني هذا الصباح. قلت له الدراري صيفطنا عندك على اساس باش تعطيني شويه ديال البرودوي. قال لك الدراري عندنا شويه البرودوي ناقص. فعلا مشيت عند السيد سعيد الريحاني. الله يجازيه بخير. هو اللي قاولنا باش غدا ان شاء الله غادي يدعمنا بشويه ديال البرودوي. وقال لك اودي سلمى خذوه من عندي انا نيت. ومرحبا احنا في خدمه هذا الحي هذا. معقمات اللي تشوفوها الساعه لحد الان راه جا السيد تنشوفوه دابا. ما جا حتى شي واحد، حتى واحد معقم نيت، حتى واحد ما دين الدور. حتى واحد. خلينا نسول. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بالداخليين. اشرح لنا هذه البادره اللي كديروا بها. اخويا كنشكروا الحاج الشطاني ولاو فوفرنا الانجيل. سعيد ريحان. وسعيد ريحان هو كنشكروا بهذا المنبر ديالكم خويا خالد. حنا متطوعون، هما جابوا لنا اليات وحنا متطوعون. شنو اللي خلاكم ديروها وتطوعوا؟ وضربتنا غير على الدرب ديالنا حيت ما جاوش الناس لا رشوا ولا دار تعقيم ولا والو. وراه كلشي عارف نزلوا زبالات جماعه الجماعه ما شفنا والو منهم. والو ما جاوش وكون عطاونا الماتيريال خدموا روسنا حنا. كما ترون ان واحد الحمله تحسيسيه قمنا معك بها سي خالد نهار الخميس. هي عطات الثمار ديالها وانت كتشوف السوق اللي كاين حدا قرب مسجد رياض السلام. انت كتشوفه هو فارغ الا بعض الاخوان اللي كيقوموا بعمليه التعقيم. يعني الناس متاسفه. وهذا والحمد لله ولا واحد التجاوب ولا واحد الالتزام ولات الامور غدا مزيان وما بقاش ذاك الاكتظاظ. وانتم كتشوفوا السوق خاوي من المره الا الناس اللي مطوعين معنا. واخا خليك معنا نشوفوا هذا المشهد هذا. بقى معنا. جري تبعني وفيق شويه مصور. ها انت شوف كاينش هاد البادره اللي كيقوموا بها. نعم مزيان هاد الشيء اللي تيقوموا به. الله يجزيك. عادي الكمامه عافاك. عادي الكمامه. اي يلا مرحبا. الله يجزيهم بخير. هادشي اللي تيقوم به مزيان في المحمديه مدينه المحمديه. الله يجزيهم بخير. تيعقموا رياض السلام فحدا المسجد ديال رياض السلام. مزيان هادشي اللي تيديروا. نتمنوا يكملوا. نتمنوا يكملوا دائما بهذا الشيء اللي كيقوموا بها الجمعيه ديال رياض السلام. كنشكرهم الجمعيه ديال رياض السلام. هاد الساعه هما اللي واقفين معنا، من غيرهم ما كاينش. فمشي في المكان شي حاجه كنلقاهم ديما هما في موش. هما الاولين في عزو، هما الاولين في السبيطار، هما الاولين ديما. الله يجازيهم بخير والله يكثر خيرهم. في المكان شي حاجه من الموس ولا غير من الموس كنلقاو عراد الناس.